انتصف نهار القاهرة. أهلا بكم وأهلا بك سارة. أهلا بك عمرو، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا، وإلى تفاصيل الأخبار. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي، وأن ثمة ضرورة للتوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود في ملف سد النهضة، بما يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. جاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله للرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك تقدير مصر لجهود الرئيس تشيسيكيدي وقدرته على التعامل مع ملف سد النهضة، وأكد حرص مصر على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية ملء وتشغيل سد النهضة. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم. وتتضمن الإجراءات إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين سواء من المصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس وتوقيع الكشف الطبي عليهم. كما أشارت الوزيرة إلى مناظرة 5 ملايين وأكثر من 411,000 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة. هذا وقد سجلت وزارة الصحة والسكان 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. كما أعلنت الوزارة خروج 435 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176,363 حالة حتى اليوم. اعتبرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية السومية سواني مارثان أن نسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا هي أحد العوامل التي أدت إلى ما سمته السلطات تسونامي كورونا، ولأنها أكثر عدوى وفتكا وقدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع نسخة الأصلية للفيروس. وقالت سوامي ناثان أن هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضا مقاوما للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية. هذا وقد ارتفع إجمالي وفيات كوفيد 19 في الهند لأكثر من 4,000 لليوم الثاني على التوالي، بينما سجلت الإصابات أكثر من 400,004 حالات إصابة جديدة، ليصل الإجمالي منذ بداية الجائحة في الهند إلى 22,300,000. يأتي هذا بينما مددت العاصمة نيودلهي وولاية أوتار براديش شمالي البلاد أجل إجراءات العزل العام وحظر التجوال حتى 17 من الشهر الجاري، بينما تتزايد الدعوات لفرض إجراءات عزل عام في كل أنحاء البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا. وعودة محليا، حيث يستأنف مجلس النواب جلساته العامة حيث يناقش عددا من تقارير اللجان المشتركة، من بينها لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. للمزيد من المتابعة معنا مباشرة من مقر المجلس محمود أسماعيل زميلي من مقر مجلس النواب، تحية لك. وضعنا في جدول أعمال جلسة اليوم. نعم سارة، بعد التحية، منذ ما يزيد قليلا عن الساعة بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، والبداية كانت ببيان المجلس على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة القدس المحتلة
والانتهاكات التي تحدث بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح. المجلس رئيس المجلس طلع بيانا في هذا الشأن، أكد خلاله أن مجلس النواب الذي يعبر عن ضمير الأمة يتابع عن كثب الأحداث التي تشهدها مدينة القدس المحتلة، ويطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته تجاه تلك الانتهاكات التي تنتهك في حق أبناء الشعب الفلسطيني العزل، مطالبا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. البيان أدان وشجب تلك الانتهاكات التي تحدث في مدينة القدس المحتلة. بعد ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. مشروع هذا القانون يستهدف وضع حد للاستمرار أو استمرار بعض الموظفين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، إلى جانب الحفاظ على الممتلكات العامة والخطر الذي قد يتعرض له المواطنون جراء هذا الأمر. مشروع هذا القانون أيضا يتيح نصوصا تمكن جهة العمل من فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات بقوة القانون ودون الرجوع إلى المحكمة. المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون، وفي هذه الأثناء يناقش مواد مشروع هذا القانون. ومن المقرر أيضا أن يستعرض المجلس تقريرين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أحدهما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الشهر والتوثيق. من المقرر أن يكون مطروح للنقاش خلال جلسة اليوم. نعم، أشكرك جزيل الشكر زميل محمود إسماعيل مراسل أخبار مصر من مقر مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. أدانت مصر الحادث الإرهابي الذي وقع قرب مدرسة غرب العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربة عن خالص تعازيها لحكومة وشعب أفغانستان وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة. وأكدت مصر مجددا وقوفها إلى جانب أفغانستان صديقة وتضامنها من أجل مكافحة الإرهاب والعنف بكل صوره. هذا وارتفع ضحايا الانفجارات التي استهدفت مدرسة غرب العاصمة الأفغانية كابل إلى أكثر من 58 شخصا، كما أصيب 150 آخرون على الأقل. في الأراضي المحتلة أصيب 10 فلسطينيين على الأقل إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى. يأتي ذلك بينما أصيب 60 فلسطينيا في القدس المحتلة تجدد المصادمات مع شرطة الاحتلال، وذلك على خلفية المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. سياسيا، تعقد جامعة العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدا لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة. ومن جانبهم أكد مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط معارضتهم للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لتصعيد الأوضاع المتوترة بالفعل، كما أكدوا التزامهم بحل دولتين المتفاوض عليه. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن محاولة استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي. يأتي هذا بينما أكد مصدر عسكري يمني أن الجيش الوطني والمقاومة صدوا هجوما للميليشيا الحوثية وأجبروها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح غرب مأرب، فيما دمرت المدفعية 4 آليات أخرى واستهدفت تجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحقت بالميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة. أعلنت السلطات الصينية أن الصاروخ الفضائي الخارج عن السيطرة منذ عدة أيام قد تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي، وتشير الإحداثيات التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية إلى أن موقع الارتطام هو المحيط الهندي غربي جزر المالديف، وكامل مكوناته تدمرت لدى عودته إلى الأرض. يذكر أن الصاروخ البالغ وزنه 18 طنا كان يحمل الوحدة التقنية الأساسية للمحطة الفضائية الصينية إلى المدار نهاية الشهر الماضي.
أعلنت السلطات الأمريكية إغلاق ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك إثر حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة وطفل. وأوضحت تقارير إعلامية محلية أن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار وأنه لم يتم القبض بعد على أي أشخاص يشتبه في صلتهم بالحادث. تتواصل حملة وزارة النقل تحت عنوان هنفطر في المحطة بعدد من محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد. الحملة تأتي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وإحدى الجمعيات الخيرية خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لإفطار الصائمين. دور مجتمعي لوزارة النقل تسعى لتعزيزه خلال شهر رمضان المعظم من خلال مبادرة هتفطر في المحطة التي أطلقتها خلال الشهر الكريم، تماشيا مع سمة الشعب المصري التي يميزها التكافل الاجتماعي. وتأتي المبادرة في إطار التنسيق بين وزارة النقل وبنك الطعام المصري وجمعيات أهلية. بادرنا مع الجمعيات وعرضنا على معالي الوزير، ومعالي الوزير رحب بالبادرة، بل بالعكس دعمها وقال ادانا شوية توجيهات، والحمد لله احنا بنقول الدور المجتمعي لوزارة النقل ان احنا مع الناس وفي خدمة الناس. وتقدم المبادرة وجبات الافطار للصائمين المتواجدين في محطات المترو والقطارات وقت الافطار خلال شهر رمضان. بيتم توزيع يوميا 1000 وجبة في محطة مترو الشهداء، محطة مترو العتبة، محطة مترو انور السادات، و1000 وجبة زيهم في محطات السكة الحديد. كل يوم 2000 وجبة. المبادرة تشهد تواجدا للشباب المتطوعين الذين حرصوا على تقديم الدعم. احنا كمؤسسة شبابية بتوفر متطوعين يساهموا في المبادرة، بنكون موجودين على محطات المترو الساعة 6 تقريبا علشان قبل الفطار، وزي ما حضرتك شايف ساعة المغرب او المغرب كل ما اول ما بيقدم بتبتدي الناس الطلبة او المتطوعين يوزعوا الوجبات. فعلا الواحد بيكسر صيامه على حاجة زي كده، الحمد لله حاجة خير يعني للناس كلها، ربنا يبارك لكم يا رب. يعني هي دي مصر وهم دول المصريين. وتسعى هذه المبادرة للوصول إلى 40,000 وجبة إفطار خفيفة داخل محطات المترو والقطارات خلال الشهر الكريم. من محطة مترو الشهداء، محمود العزالي، التلفزيون المصري. قدمت دار الأوبرا أمسية فنية للفنانة التونسية غالية، وذلك ضمن برنامج الفعاليات الرمضانية على مسرح النافورة، حيث استمتع جمهور الحاضرين بالمزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة خلال الأمسية. نتابع. إجراءات رازية اعتاد عليها زوار دار الأوبرا المصرية، فمن لحظة الدخول تطالعك بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة. نجاح في الحفاظ على عشاق الأوبرا في ظل أوضاع كورونا، مع استعداد جيد لحفلة الفنانة التونسية غالية بن علي. الفنانة غالية بن علي قدمت حفلتين، حفلة يوم 2/5 في اسكندرية، والحفلة الثانية النهاردة في مسرح النافورة. زي ما حضرتك شايف الجمهور ما شاء الله يعني بن علي وعلى حفلات الأوبرا. الإجراءات الاحترازية عندنا مشددة جدا جدا من بداية الدخول. غالية بن علي صوت قوي متميز، خلقت لنفسها جمهورا مصريا وعربيا، أبدعت على مسرح النافورة بأغنيات وقصائد لكبار الشعراء. جايين لغالية بن علي مخصوصا، أنا بحبها جدا وبحب أدائها جدا على المسرح، هي شخصية طبيعية جدا، دي الحاجات اللي أنا بحبها فيها. وحضرت لها حفلة في الأوبرا وغير الأوبرا، وإن شاء الله ننبسط النهاردة بإذن الله. بسمع لها أغاني كتير وكده وحباها، حتى بتعمل أغاني قديمة وكده بس بطريقتها، فلا بتعجبني بصراحة. حفلة جميلة والأجواء العام جيدة، الناس ملتزمة التزام جيد. كان صعب تنظيمها في وسط الظروف اللي بنمر بيها كلنا، لكن أعتقد أن الفريق قائم على التنظيم، شغل جيد. غالية بن علي دي بالنسبة لي كده زي انسبيريشن كده، حاجة جميلة بحب ان انا بتطربني جدا، انا وجدتي ومامتي جبتهم معايا النهاردة مخصوص علشان يسمعوها ويتبسطوا النهاردة بالسهرة. حامد الأقدار عربدت فيها لياليها وضار النور والها صاحب.
وتجد الأوبرا المصرية عبر برنامج حافل في ليالي رمضان نجاح في خلق أجواء تجمع الأسرة المصرية والعربية على فن راقي. ويتلالى نجوم الفن من مصر والوطن العربي على مسارح دار الأوبرا المصرية لتظل مصر دوما بلد الفن والإبداع، تحتفي بجمهور الأوبرا في ليالي الطرب ليالي رمضان. من دار الأوبرا المصرية، حمادة العربي، التلفزيون المصري. ختام نشرة الظهيرة، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. نعم سارة، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.